السلام عليكم ورحمة الله إخوان الأخوات السادة والسيدة أصحاب المعالي والسعادة، جولة استكشافية ديالنا الاستطلاعية نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه النقطة هذه ديال شارع الأدارسة. شارع الأدارسة إخوان كما كتعرفوا راه تم إعادة الهيكلة ديالو من ناحية الإنارة والرصيف والطريق، وحرروا لنا هذا الشارع كما كتلاحظوا. الشارع تم تحريره، أصبح جميل، السيارات كتمر بخير بسلاسة، والأمور راه غادا مضبوطة هكذا مزيان. وما أحسن دابا، واش تحتلي أنا الشارع ما تخليني ندوز، ما تخلي البيئة بخير اولا هكا النظام احسن. دابا انا متاكد الساكنه استبشرت خيرا، دابا كتنفس الصعداء، دابا عاد كتشم الهواء. الساكنه دابا عاد كتشم الهواء. ما شاء الله تبارك الرحمن. لاحظوا معنا السلاسه في هذا الشارع هذا كي ولات. نظام الاخوان زين، نظام زين. اسمح لي، شوف شوف شوف، هما عطاوهم اوامر باش يصبغوا الواجهات بالبيض، هما بداو كيصبغوا، شفتوه، هما بداو تيصبغوا، عطاوهم يديروا في البيض والكري، البيض والكري. اذا مزيان، اذا الامور غادا مضبوطه، الامور غادا مضبوطه الاخوان. صافي راه تعطى الاوامر باش تصبغ هاد الواجهات بالبيض والكري، الله يعطيهم الصحه، الله يعطيهم الصحه. كنتمنى كاع الاشغال منين تتم الاشغال المسؤولين يعطيو الاوامر باش يصبغوا الواجهات. صافي دابا هادشي كله خصو يتصبغ. صافي داروا لكم صبغوا، دابا صبغوا الواجهات الله يجازيكم بخير. ماشي الدولة تخسر الزباب ديال الفلوس على الطريق ولا الضوء والإنارة باش تقاد الأمور، وانتم في الآخر تخليو داكشي معربز بحالنا العقار على الخنونة. السكان ديال هاد الحي هذا الله يجازيكم بخير، صبغوا الواجهات ديالكم، صبغوا الواجهات ديالكم. اذا اخوان شفتوا معنا، كانت هذه جولة في شارع الأدارسة بمسيرة جوج، شفنا الامور كيفاش ولات الشكل النهائي ديالها. راه تعطات الاوامر باش يصبغوا الواجهات ديالهم. الى هنا اترككم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.